نقوم بحماية هذه البلدة وحماية المقدسات والمعابد مثل الكنائس والمعابد الدينية. نقوم بالتركيز على الحواجز والدوريات الدائمة في هذه البلدة والقيام بالتعاون مع المجلس المحلي في بلدة في هذه البلدة. بصدد تحضيرات عيد الميلاد اللي بكره نحن الصبح مقبلين عليها. رجعت بعض الناس، نتمنى على البقيه انهم يرجعوا، ترجع الكنائس تضوي مثل ما كانت اول، تقرع، ترجع الالفه والمحبه بين كل الناس. كل عام وانتم بخير.